اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فيديو جديد يا بنات، لايك واشتراك للقناه عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا على الفيديو. حبيت ابدا معاكم الفيديو كده بالفطار بتاعنا. عملت جبنه قديمه وبطاطس محمره وكمان بيض مقلي، والعيش ده بحطه لما اكون بسخناه بحطه في طبقين، طبق من تحتيه وطبق من فوقيه علشان خاطر العيش ما ينشفش ويفضل معاكي طري لحد اخر رغيف. بعد كده عملت كوبايتين نسكافيه كده انا وجوزي، تمام، شربناهم وهو نزل شغله. قبل بقى ما ينزل الشغل وكده راح مطلع لي الخضار بتاعي، وتعالي نشوف اسعار الخضار ايه بصوا النهارده. بقى يا بنات، انا اشتريت شوية خضار كده. اشتريت اول حاجة بصل، البصل الكيلو ب10، البصل الاحمر الجديد الكيلو ب10، تمام. اشتريت 3 كيلو بصل ب30، واشتريت كمان 3 كيلو بطاطس برضك. البطاطس الكيلو ب10 اشتريت 3 كيلو، تمام اهمت. واشتريت، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الجزر، الجزر الكيلو ب5، اشتريت 1.5 كيلو جزر. واشتريت نص فلفل، نص الفلفل عامل 8 جنيه. واشتريت كمان، اللهم صل على سيدنا محمد، طماطم، الطماطم الكيلو ب10، اشتريت الطماطم الكيلو ب10، اشتريت 3 كيلو طماطم، تمام. يعني طماطم ب10 وبصل ب10 وكمان البطاطس ب10، تمام. هما دول كانوا المشتريات. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. إيه طبعا اكتبوا تحت في الكومنتات الاسعار كمان نزلت عندكم ولا في اسكندريه بس. انا في اسكندريه في العجمي، فانتوا اكتبوا لي بردك الاسعار عندكم ايه. بعد كده ابتديت ان انا جبت باسكت البطاطس، حطيت فيه البطاطس. انا بحب البطاطس الكبيره جدا عكس البطاطس الصغيره. إيه كمان بحب البصل الاحمر، ما كنتش بحب البصل الابيض نهائي، البصل الاحمر بالنسبه لي العيش، تمام. فحطيت كده كل حاجه في المنظمات بتاعتها. بعد كده كنت غاسله شويه مواعين كده، ابتديت بردك ارصهم في الدرج بتاعهم علشان يبقى كل حاجه ايه بتاعتي منظمه كده عشان ابتدي اعمل الغدا معاكم. وزي ما انتم زي ما احنا متعودين، انا ما بحبش اسيب المطبخ بتاعي متبهدل او في اي حاجه، فبقوم الصبح ما بقاش عندي حاجه اعملها حرفيا، غير اني لو مثلا حط دوره غسيل انشرها او هعمل مواعين للفطار، يعني اعمل فطار وساعتها هيجي لي من وراه مواعين. غير كده انا ببقى سايبه البيت نظيف من بالليل، حتى لو نمت لي ساعه بالليل كده، قمت مثلا قبل صلاه الفجر اخلص اللي ورايا واصلي الفجر وانام. انا كده بحب كده. بعد كده بشرت شويه جزر عشان هعمل سلطه وهحطها في التتبيله، وكمان بقيت الجزر بتاعي قشرته وحطيته في العلبه اللي انتوا شفتوها دي، وحطيت فيه ميه بيقعد لاكتر من شهر ونص طازه وفريش ومقرمش اكنك لسه جايباه حالا، تمام. وكده اللي عايز جزرايه ممكن ياخدها عادي خالص، يقطعها يحطها ياكلها كده، فهتبقى سهله جدا. بعد كده قشرت بطاطسايه شرايح مدوره، وكمان طماطم وبصل، وكمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جزر، تمام. ليه؟ عشان هعمل تتبيله صينيه سمك بوري بالبطاطس، تمام. بعد كده جبت كام قرن فلفل اخضر على احمر كده، وابتديت ان انا افرمهم في الكبه بتاعتي. في ناس كتيره اشترت الكبه دي وتخضع فيها، بس انا بصراحه الكبه دي ايدي ورجلي حرفيا في المطبخ، من احلى الحاجات اللي جبتها ونفعت معايا حرفيا. حتى النور لما بيكون قاطع هي بتكون مشحونه، فبتنجز معايا الوقت بصراحه. انا كمان بعد ما حطيت فيها الفلفل وفرمته، حطيت فيها طماطميه وفرمتها كده مع الفلفل، وبعد كده حطيت توم. طبعا تحطي توم كتير لان يعني السمك بيموت في التوم. وحطيت ملح وشويه كمون، معلقه كمون كبيره، وكمان شويه كزبره صغننين، وما تحطيش كزبره ياما عشان ما تمررش، هي مجرد الريحه بقى. لو عندك بقى كزبره خضراء، تمام، حطي بردك، هتديكي طعم حلو جدا في السمك، تمام. بس انا ما كانش متوفر عندي، تمام. حطيت كمان عصرة ليمون، وحطيت بشر الجزر، وحطيت شوية زيت. ده كده التتبيلة بتاعتي كانت جاهزة معايا. هبتدي انزل في الصينية بالبطاطس والطماطم والجزر والبصل. طبعا لو ما عندكش اي حاجة من اللي انا حطيتها ديت في الصينية تقدري تستغني عنها على طول، تمام. المهم، انا ايه اللي خلاني عملت صينيه بطاطس بالسمك؟ علشان ما اقليش بطاطس، يعني احنا بنحاول ايه نشوفه بدايه عن قليه البطاطس، لان قليه البطاطس كتير ما بتبقاش حلو يعني. المهم، جبت بعد كده نص التتبيله تبلت بيها الخضار، والنص التاني حشيت بيها السمك. زي ما انتم شايفين بفتح السمكيه كده من جنبها كده، على اساس ايه لما اجي اتبلها من جوه ومن بره تبقى اللحمه كمان متبله، ما تبقاش التتبيله بس في بطن السمكيه، لا تبقى جوه اللحم كمان. طبعا لبست جلافز ليه؟ عشان كنت الفلفل اللي انا
فرماه في الكبة كان حامي جدا. وطبعا الحاجات الحامية خصوصا لما تكون فلفل ما بتطلعش من الايد بسهولة. فانا اللي عملته ان انا لبست جلافز، تبلت الخضار وتبلت السمك بتاعي، حطيت على وشي كده ليمون، وحطيت كمان معلقتين زيت كبار علشان السمك بتاعي ما ينشفش. حطيته في الفرن استوى، وده كده شكله بعد ما استوى. عايزه اقول لكم ريحته قلبت البيت قسما بالله، ريحته تحفه. وعملت كمان رز ببصله وكمان بالزبيب، طبعا احنا بنحبه بالطريقه دي بيبقى طعمه حلو جدا. وكمان طبق سلطه جزر بقى وخيار وطماطم وكابتشو وبصل، وكان كده الغدا بتاعنا. بعد كده مسكت ابني حميته، حضرت له الترنج دوت تمام، ودخلته ياخد دش حلو كده عشان يقعد بقى فيا، عشان انتوا عارفين اكله السمك دي انا ما بحبش احمي ابني بس، ده انا بحب احمي الشقه كلها تمام. خصوصا لما اكون بقى ايه عاملاها بقى في البيت، لازم من اولها لاخرها لازم اكون بقى ايه منظفه البيت ومسيقه الارض والحيطان وكله، ما بسيبش حاجه. كان عندي السمنه خلصت، ففتحت كده كيس السمنه ديت، طبعا دي علبه السمنه. في ناس بتحب تحط كل حاجه في اكياسها، انا عكس الناس ديت، انا احب كل حاجه تبقى في علبه في منظم. اولا بتبقى محكومه الغلق، بتبقى مقفوله فما بتكرفش ريحه مع حاجه تانية. مش بتبوظ، مش بتتقلب في الدرج وتعمل بقى مثلا لو حاطه بقوليات ولا حاجه تلاقيها مقلوبه في الدرج، لا لا لا، انا بحب كل حاجه تبقى في المنظم بتاعها. فابتديت كده ان انا افضي كيس السمنه ده في العلبه بتاعته وبعد كده ابتدي بقى ان انا اصبن الرخامه بتاعتي. طبعا انا مواعين السمك ما صورتهاش معاكم لاني صبنتها في ساعتها، وكنت عايزه انجز بصراحه لاني كنت عايزه بقى انتوا عارفين التصوير بياخد وقت وبياخد كادر معين والحاجات ديت، فانا بصراحه صبنتها معاكم. اكتفيت بس ان انا بعد بقى ما خلصت بقى واللي نزل نزل واللي نام نام، ابتديت بقى ان انا ايه اعمل بقى الفينيشات اللي هي مثلا زي تصبين الرخامه، تصبين الحيطان. في واحده كانت كاتبه لي في الكومنتات في الفيديو بتاع بديل الرخام اللي انا حطاها على الحيطه ده، بتقولي هو بيتغسل بميه عادي؟ اه بيتغسل بميه عادي، ما بيحصلوش اي حاجه، مش بيتاثر. اكيد لو هو مش بيتغسل بميه او بيتاثر باي عوامل من عوامل المطبخ مش هركبه وادفع فيه فلوس، انتوا فاهمين ازاي. بس انا حبيت برضك ارد على الكومنت ده عشان جالي هنا بقى كان عندي شويه فراوله كده جايين لي، كنت شارياهم وكده جوزي كان جايبهم لي، فببتدي برضك ان انا انضفها، بس مش بطلع راسها لا، بشيل بس اللي بتاع الورقه الخضراء بتاعتها وبحطها في علبه كده تحتيها منديل وفيها منديل، وبسيبها في التلاجة. بعد كده كنت خلاص خلصت بقى يومي بقى كده، ويومي كده خلص، ابتديت بقى ان انا استحميت وخدت دش وغيرت وكده، ابتديت بقى اعمل ليا بقى مج نسكافيه بقى معتبر اكافئ بيه نفسي على المرمطه اللي اتمرمطتها طول اليوم. فجبت طبعا المج الجديد انا كنت شارياه معاكم ووريته لكم في المشتريات تمام. وطبعا اللي بينجزني في الوقت دوت وهو فوم النسكافيه، بيبقى من الحاجات اللي بتسهل عليا اليوم بجد. عايزه نسكافيه وهاخد رغوه نسكافيه وعليها شويه لبن وبارك الله فيما رزق. طبعا انا بحب ارش على وش النسكافيه شويه نسكويك كده، بيحطوا طعمه في حته تانية حرفيا يعني. وهنا بقى كنت خلاص خلصت بقى كده، وقررت بقى ان انا اشرب بقى كوبايه النسكافيه كده، واعمل لي كده روتين سكين كير كده خفيف كده على المشي كده، وابقى وصلت معاكم لحد اخر الفيديو عشان بتاع الكراكيب وصل، فمش عايزه اطول معاكم اكتر من كده. واستنوا فيديو جديد افكار جديده معايا سعد. السلام عليكم.